بعد ما خلصنا المباراة الأولى وفوز لشبونة على تشيلسي 2-1. مبروك للشبونة، هارد لك لمجموعة تشيلسي، ما قصروا والله، ضيعوا جون كتير. هنبدأ المباراة التانية الحين، مجموعة برشلونة هيلعبوا مجموعة اليونايتد، برضك مباراة جامدة جدا، ما ندري مين اللي هيفوز. تتخيلون المجموعتين فيهم أميز اللعيبة، المجموعتين فيهم أميز اللعيبة من مرحلة الأشبال، علشان كده هتابعوا مباراة عالمية. اتفضل معايا محمد، اتفضل معايا عبد الرحمن الترباني، الباقي كله ورا رجال. يلا يا عم سيبه بقى الحين. يلا يلا حرك حرك حرك. حلوين واحدة من بتوعك يا قلبك يا قلبك يا قلبك. البداية البرشلونة. العب. اوه